كل مكان تتواصل التحديات، والإدارة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية في هذا الصباح، وعلى بركة الله ينطلق الشوط الثالث عشر الخاص للبكار اللقاية من مسافة الأربعة كيلومترات نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ مع البداية طب بشعار محسن بن علي بن مبارك بن سالم الفراجي، قدم لنا طب مع أول الأسماء وأول الشعارات، ثاني المراكز وثاني الشعارات. هناك نوف صالح بن فرج بن حسين بسيقان المري يتقدم مع ثاني المراكز، ثالث الأسماء وثالث الشعارات. القادمة حرية أو حربة بشعار وليد بن محمد بن إبراهيم السيد يتقدم مع حربة على ثالث المراكز، شعار يريده رابع المراكز. غزال بشعار سعيد بن مبارك بن علي آل فهيد المري يتقدم مع قزل على رابع المراكز. خامس الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء، القادمة طواري حمد بن عبد الله بن سعيد القريسي مع خامس المراكز. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة. ونعود مع البداية مع أول الأسماء، طب محسن بن علي بن مبارك بن سالم الفراج يتقدم مع أول الأسماء وأول الشعارات، يقدم لنا طب مع أول الشعارات. ثانيا قادمة حربة وليد بن محمد بن إبراهيم السيد ينطلق مع ثاني الأسماء، ثالث المراكز الاسم القادم والمنطلق من الجانب الآخر طواري حمد بن عبد الله بن سعيد القريصي مع ثالث المراكز، رابع الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء. أرى الاسم القادم المنطلق خزل بشعار سعيد بن محمد بن علي آل فهيدة المري وخامس المراكز، شعار بسيقان مع خامس المراكز. يقدم لنا هنا الاسم القادم نوف صالح بن فرد بن حسين بسيقان المري مع خامس المراكز. هكذا هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ولكن أعود مع الفراج. الفراج يقدم لنا طب، ومن الجانب الآخر القريصي يقدم لنا طواري. هناك حمد بن عبد الله بن سعيد القريصي مع ثاني الأسماء، ثالث المراكز وثالث الشعارات. الاسم القادم حربة وليد بن محمد بن إبراهيم السيد يتقدم مع ثالث المراكز، رابع المراكز غزل بشعار سعيد بن محمد بن علي آل فهيدة المري يتقدم مع قزل على رابع المراكز. خامس الأسماء شعار بسيقان يقدم لنا نوف صالح بن فرج بن حسين بسيقان. ها هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء، وهناك أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة نترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة، ولكن أعود مع البداية مع المقدمة مع اللي غيرت وانطلقت طواري حمد بن عبد الله بن سعيد القريصي. يقدم لنا طواري ثاني الأسماء، الفراج يقدم لنا طب مع ثاني شعارات، ثالثا حربة وليد بن محمد بن إبراهيم السيد يقدم لنا حربة على ثالث الأسماء، رابع المراكز غزل سعيد بن محمد بن علي آل فهيدة المري وخامس المراكز. أرى شعار بن شعيل يتقدم ويقدم لنا صملة منصور بن علي بن حمد آل شعيل المري، ولكن أعود مع أجواء الكيلومتر الأخير، أعود مع اللي قادرت طواري. طواري قادرت مع الفوز والانتصار. حمد بن عبد الله بن سعيد القريصي يقدم لنا طواري مع أول الأسماء ومع الفوز والانتصار. ثاني المراكز السيد قادم مع ثاني المراكز، وابن شعيل قادم يقدم لنا صملة منصور بن علي بن حمد آل شعيل المري، وأيضا الاسم القادم شعار محمد بن سعد بن محمد بن سالم بن سعد يقدم لنا أركان، ولكن البداية المقدمة طواري حمد بن عبد الله بن سعيد القريصي يقدم لنا طواري مع الفوز والانتصار.
ها هي طواري مشاهدينا متابعينا الاعزاء بشعار حمد بن عبد الله بن سعيد القريصي بن شعيل يحاول اللحظات الاخيره ايضا مع صمله، ولكن الفوز والانتصار مع طواري حمد بن عبد الله بن سعيد القريصي. يقدم لنا طواري مع الفوز والانتصار، وايضا شهاله القادمه محمد بن بخيت بن برقان، ولكن طواري مع الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لمالك طواري حمد بن عبد الله بن سعيد القريصي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا والناموس لمالك طواري حمد بن عبد الله بن سعيد القريصي. ثاني الاسماء شهاليل محمد بن بخيت بن برقان، وثالث المراكز اركان محمد بن سعد بن محمد بن سالم بن سعد، ورابع المراكز صملة منصور بن علي بن حمد آل شعيل المري، وخامس المراكز الضبي ناصر بن راشد بن ناصر آل زبدان المري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة. تهانينا والناموس لمالك طواري، والتوقيت الزمني حتى وصلها إلى خط النهاية 6:05:66 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك طواري حمد بن عبد الله بن سعيد القريصي. فتهانينا والناموس. ثاني المراكز كانت هناك شهليل محمد بن بخيت بن برقان، التوقيت الزمني 6:08:86 جزء من الثانية. فتهانينا والناموس لمالك شهليل من اتتنا في الامتار الاخيره. ثالث المراكز كانت هناك اركان محمد بن سعد بن محمد بن سالم بن سعد، التوقيت الزمني ولحظه وصولها الى خط النهايه 6:09:72 جزءا من الثانيه. فتهانينا والناموس لجميع الفائزين.